ساعة الفجر بمسمكة ميناء العاصمة، وحظ الصيادين لم يكن وافرا هذه المرة. سوموا 1,050,000. بمجرد أن توضع الصناديق على المرفأ هنا وفي هذا الوقت بالذات يتحدد سعر السردين لليوم خلال مزاد عالمي. 1,050,000. 1,050,000. 1,050,000. صديق وكتاش يكون رخيص وكتاش يكون رخيص؟ كيكون بوطو بالصيف يكون 200-250 بالكازي، والموبيطون يطلع 900-1,100. ايه هذه هي موبيطون البحري كي يخرج البحر يجيب 10 كازيات. المزايدة التي بلغت اسعارا بعيدة عن متناول المساومين جعلت بعضا منهم في حالة استياء ويكشفون جزئية مهمة. كما تيني غالي على صواري، صواري تدخل في الليل يشبعوها بلا كلاص. راك معايا؟ وتاع النهار هي فريشكا، تاع النهار تلقى تقدر تلحق حتى 1,100 صندوق. واللي تدخل في الليل؟ اللي تدخل 700-650. انسان يكون عاقل خويا، لازم كاين اللي عنده البيع ديالو يروح لي ريستورون، وانا كيما نروح للمارشي كاين اللي يجي 10,000 يقول يعطيني قيس 10,000 ما نعطيلوش. في السوق لمسنا الاثر جليا، بائع سردين وحيد يتوسط الاصناف المختلفة. والسعر يطرح التساؤل عن حجم هامش الربح والمضاربة. كي غالية جبنا كمية برك ثلاثة كازية كسما نشربوا المشترية تاعنا برك غالية. ما كاش البيع ما كاش والغلا بزاف. شحال راك تبيع فيه اليوم؟ 70,000. الكازي في لغة التجار يقصد به صندوق السردين ويزن 20 كيلوغراما، وبين سعر الكيلوغرام الواحد في سوق الجملة وما يقابله في سوق التجزئة يتبين أن الهامش يقدر ب175 دينارا ويحقق 3,500 دينار كربح صاف في الصندوق الواحد. 18% وجوج ملايين قدر ياكل الحوت. انا كيما انا واحد من الناس ما نجمش نشري. واش تشري؟ نشري غير الدجاج وخطر السومه تاعو شويه مليحه. ما يخفلكمش الصيادين هم يستعملوا في التقنيات التقليديه عباره عن الصندور اللي يشوف جوست تحت البابور او في اطار عصرنه لي ماتيريو كياد ا لا بيش بارميو السونار. السونار اللي يشوف هوريزونتال اي فيرتيكال، تسمى شغل يشوف تحت البابور ويشوف في لي كوتي افيك ان بيريمتر افيك ان ريغلاج نشوفوا لي بيريمتر تاع اشكو كاين الحوت ولا ما كانش. خرج واحد الدوكري اون 2015 اللي يبسط ويسهل كيفيه اقتناء السونار اللي عباره عن اجراءات سهله. في الوقت الذي تعول الدولة على قطاع الصيد ليكون إحدى مرتكزات الاقتصاد والأمن الغذائي عبر تحفيزه بقروض من دون فوائد وإرساء أنظمة رعاية صحية ونظام الضمان الاجتماعي للصيادين وذويهم، يتطلب من صياد السردين اليوم انتهاج تقنيات حديثة من أجل رفع إنتاجه، وإلى حين ذلك إيجاد آلية لكبح المضاربين في ظلمة الليل.